البيئة محتاجة إلى نوع من يعني خلنا نقول التوافق بين المجتمع كأفراد والحكومة والمجلس. لكن في نفس الوقت هناك قوانين، أنا أعرف أن في قوانين بالأدراج موقفة، زين دائما يدعون أن ما جاء وقتها أو أن ما في مجال نسويه أو عرفت شلون؟ فالواقع أن المفروض أن يكون يعني أهم شيء البيئة، حدائق، الطرق، البنية التحتية. إذا جيت شواطئ الكويت صوب جبلة وشارق والمرقاب مني، وإذا طاحت الماية تصير الله يعزكم روايح كريهة من المجاري اللي قاعد تنفتح على البحر. من ناحية البيئة مو بس الشوارع، يعني تطلعين البحر تشوفين، سوري على الكلام، غالين بيبسي وغالين جرايد وغالين وفي الحدائق، يشوون النار حق شوي ما شوي، من بعد ما يخلص من أكله وشربه وشاي حط الأشياء نفس المكان ومشى. في أكثر السيارات أنا أشوفهم الدخان ماخذ الطريق، هذا المفروض يكون هم في رقابة. موضوع أنه تضبط البيئة عن طريق قوانين، هذه مسألة فيها نظر، لأنه أساس الموضوع هذا أنا أعتقد أنه الموروث الثقافي يلعب فيه دور كبير، لأنه إذا كانوا الناس يعني يعرفون أن البيئة هذه ملك لهم جميعا، فأعتقد أنه بالحالة هذه هم راح يحافظون عليها من غير قوانين. القوانين تحتاج إلى عين ترعى هذه القوانين، ترعى تطبيق القوانين. ندخل في مسألة أخرى، أنه مدى إيمان الناس في مسألة تطبيق القوانين بحذافيرها أو بطريقة موضوعية، هذه مسألة أخرى أيضا ممكن تخلي الناس يتحايلون على القانون. لكن الموضوع أنا أحس أنه أوسع من مجرد موضوع قوانين أو كذا.